هذه جولتنا في إبراز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. نشر نادي الإمارات هذا الفيديو لوصول أسطورة إسبانيا وبرشلونة سابقاً إنيستا إلى الإمارات للانضمام إلى صفوف النادي، وكان إنيستا برفقة عائلته ويرتدي وشاحاً أخضر وهو لون قميص نادي الإمارات، وبذلك ينهي النجم الإسباني 5 سنوات قضاها في صفوف فيسيل كوبي الياباني بعد رحيله عن برشلونة عام 2018. في نيودلهي بالهند تحضر هذه القطط جلسات لرياضة اليوغا وتدور بين مرتادي هذه القاعة التابعة لمنظمة خيرية تشجع على تبني هذه الحيوانات بعد كل جلسة. الحاضرون يستأنسون بوجود القطط ويقولون إنها تساعدهم على نسيان ضغط العمل اليومي وعلى الابتسامة والمتعة التي يفتقدونها في حياتهم. في ولاية ألاسكا الأمريكية انهار هذا المنزل المكون من طابقين وانفجر جرف في نهر ماندنهول، وذلك بعد الفيضانات الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية التي تصب عادة كميات كبيرة من المياه في البحيرات والأنهار، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جراء الحادث. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.